قصتنا النهاردة عن طفل بيتضرب من أبوه كل يوم ضرب مبرح من غير سبب واضح، لدرجة إن الأب بيصحى بالليل يدخل على ابن أوضته ويفضل يخنق فيه والولد يصرخ مرعوب. الغريب بالنسبة لينا هنا إن اللي بعت القصة دي في قصة حقيقية هي مرات الأب اللي بعتت تحكي لنا عن التصرفات الغريبة اللي بيعملها جوزها مع ابنه واللي بسببها سابت له البيت، وهي دلوقتي مش عارفة ترجع تاني ولا ما ترجعش.